الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جزاك الله خير. كملوا الصف يا شباب، كملوا الصف كامل، كمل الصف يا تعال يا عبود، تعال عبد الرحمن، تعال يا سلطان، ابو ناصر تعال عند سعد علي، كلنا نجي صف واحد. ارفع ارفع اي بيض الله وجهك، جزاك الله خير. استووا تديلوا استعدوا بالقلوب قبل الأجساد. الله أكبر. بارك اسمك وتعالى جدك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. كالسلام تباركت وتعاليت على الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة.
من شخص الحين قبل شوي. السجود يكون على الأعضاء السبعة، وش الأعضاء السبعة؟ دقيقة نستفيد، دقيقة دقيقة نستفيد. والركبتين والقدمين. طيب إيش معنى الأعضاء السبعة؟ لازم تسجد على الأعضاء السبعة كاملة، يعني إنك إذا سجدت ورفعت واحدة من رجولك بطلت صلاتك. وأنت ساجد رفعت واحدة من رجولك وأنت ساجد واحدة عن الأرض بطلت صلاتك. ليه؟ لأن السجود ركن من أركان الصلاة، فإذا بطل ركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة كاملة. لا شوف الخطأ، أنا أتكلم عن النسيان، لا أتكلم أنك أنت تسجد وحتى تخلص هلا يا شباب أنا لجيت أتكلم في شيء لا تقاطعوني، خلني أكمل وباخذ منكم. السجود على إيش؟ على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة مثل ما قال بدر، الجبهة والأنف هذا عضو، واليدين والركبتين والقدمين، صح؟ أنت إذا سجدت رفعت اليمنى ولا اليسرى صلاتك كاملة، مو بس السجدة، صلاتك كاملة باطلة. شفت كيف؟ مسألة خطيرة مرة، مسألة خطيرة، تبطل صلاتك كاملة. يعني لازم تسجد على الأعضاء السبع، لازم تركع وتستقيم في ركوع. كيف تستقيم؟ يكون ظهرك مستوي حتى لو وضع عليه شيء ما يطيح. خلاص اوكي، هذا تنبيه انهم شافوكم الان في البث بعض الشباب يرفع رجله في السجود وهذا يبطل الصلاه. تخيل انت متوضي رايح المسجد وتصلي الركعه الاولى والثانيه والثالثه وامورك طيبه، سجده واحده في ركعه تبطل صلاتك كامله. لا لا ما ادري والله، ما اعطاني الاسماء، لكن نتكلم احنا بتنبيه يمكن عن نسيان عن جهل. شوفوا الجهل والنسيان والخطا لا يحاسب عليه الانسان، لكن اذا علم. انا اتكلم يا فواز انت عبد الله، تعال نادي نادي اخوانك، نادي اخوانك يطلعوا. لا ما قلت تعال، تعال نادهم 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 نادهم. تعال تعال تعال. لا والله رح وين انت بتجيب اغراض البيت؟ ها عندك شغل؟ لا مو ترك شغال والناس يطفيه، مو معقوله يا اخي. كان تكلم في شيء مهم يفيدك لصلاتك، تتعلم لصلاتك عشان تكون صلاتك في استقامة حقيقية، عشان تقبل منك. السجود على الأعضاء السبعة، الركوع حتى تستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل و يعني أوقف حتى تستقيم واقف، يعني تجيد الوقوف كامل. واركع حتى تستقيم راكعا، يعني يكون ظهرك مستوي. حلو. وارفع من الركوع حتى تستقيم واقف. بعضهم تلقاه يقوم من الركوع على طول بسم الله، خطأ. بعضهم تشوفهم يمكن أول ما يقوم من الركوع على طول على طول على السجود، خطأ، ما استقام في وقوفه. اسجد حتى تستقيم ساجدا، تستقيم على الأعضاء سبع. اجلس حتى تستقيم جالسا، جالس. هذه الصلاة اللي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي. من اللي رآه؟ الصحابة والعلماء، ونقلوا لنا الصلاة كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقبل صلاتنا. قلنا الجهل والخطأ والنسيان المؤمن غير محاسب فيه، لكن إذا علم، إذا علم يعني الآن دريت أنت أنك إذا ما سجدت على الأركان السبعة في الركوع في السجود وقمت ترفع رجلك في السجود فصلاتك باطلة، لأنك عندك علم وما امتثلت الأمر. واضح؟ الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
حلو. يدين 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 كم؟ يد ويد. يد يد اثنين. صح. وهذا؟ واحد. ثلاثة. ثلاثة. ركبتين؟ أربعة خمسة. أربعة خمسة. ورجلين؟ ست سبعة. يعني يحسب واحد اثنين. أيوه هذه الأعضاء السبعة. خمسة خمسة. الحمد لله رب العالمين. كذا اختفيت. إيه. النسيان هي. النسيان ما يؤخذ عليه الإنسان. لكن اللي يؤخذ عليه الإنسان إذا عنده علم. نسيان خطأ. ربنا لا تؤاخذنا. نسينا أو أخطأ.